المتر الواحد ممكن ياخد منك سنين، مش بس سنة أو سنتين، ممكن يوصل لخمس سنين. في ناس بتقعد خمس ست سنين عشان بس تزيد متر واحد. عادة أنا بتمرن مرتين في اليوم من الساعة 10 للساعة 12 ونص، من الساعة 4 للساعة 6 ونص. أنا تأهلت قبل ما يقفلوا الديدلاين بأسبوع. دي كان أكتر حلم بالنسبة لي إن أنا أكون موجود في الأولمبياد، لأني كنت أصغر واحد هناك. هو طبعا بالنسبة لي كان زمان كان حلم كبير جدا، بس أنا مش بس عايزه حلم، أنا عايز أبقى موجود هناك، وحلمي إن أنا أفوز دايموند ليج. أكيد سعيد إن هما البطولة هتكون موجودة هنا، لأن أنا عارف إن أصدقائي كلهم هيكونوا موجودين وأهلي، وإن شاء الله نسعدهم كلهم لوجود عدد كبير من أبطال الأولمبيين وأبطال العالم. فده مش حاجة سهلة إنك تشوفها كل يوم، فبندعوكم إن شاء الله تكونوا موجودين هناك.